إلى الحقيقة من جديد مشاهدينا، أهلا بكم. أيام وينطلق الحدث المهم في العالم، فعاليات منتدى شباب العالم في النسخة الرابعة. بالفعل الوفود بدأت تتجه إلى مدينة شرم الشيخ، والحقيقة أن الشغف كبير جدا بالمنتدى وبالحضور، ده اللي ظهر في الأرقام اللي أعلنتها إدارة المنتدى، واللي كشفت عن رغبة شبابية جامحة الحقيقة حول العالم للمشاركة في فعاليات هذا المنتدى. ده بان أكتر في وصول عدد اللي سجله على موقع المنتدى، لأكتر من 500,000 شاب وشابة من 196 دولة من مختلف دول العالم. منتدى شباب العالم حدث مهم بالنسبة لمصر، بيهتم بقضايا مختلفة، تطلعات كبيرة توضع في منتدى شباب العالم في نسخته الحالية التي تقام في ظروف استثنائية، قضايا متنوعة، مناقشات كثيرة سيشهدها المنتدى في نسخته الحالية. النهاردة هنناقش كل هذه المحاور على قدر المستطاع طبعا مع ضيفنا العزيز في الاستوديو، الكاتب الصحفي وليد طغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير. أستاذ وليد، مساء الخير. يا مساء الخير، عودا احمد يعني لمنتدى شباب العالم، وعودا قويا كمان. مؤكد. هو خلينا يعني ابتدي معاك يعني بمقارنه رقميه. النسخه الاولى من منتدى شباب العالم 2017 شارك فيها 3200 شاب من 113 دوله. المنتدى الثاني في نسخته في 2018 شارك فيه 5000 شاب من 169 دوله. مزبوط. النسخه الثالثه شارك فيها 7000 شاب من 197 دوله. احنا دلوقتي عملنا قفزه، وهذا يؤكد كبير. اكيد الثقه تمام. في هذا المنتدى وفي مخرجاته تمام، ما فيش شك. يعني هو فكره ان اكتر من 600 يعني اكتر وصلنا ل 600,000 حد شاب يطلب التسجيل في هذا المنتدى من 200 دوله واكتر من 200 دوله، معناها ان هذا المنتدى او هذه الاليه في اشراك الشباب، مش الشباب المصري بس، اشراك شباب العالم في هذه، نقدر نقول انها قبله شباب في العالم من القبل القليلة قوي أحمد، وده مهم التركيز عليه، دول قليلة قوي. طبعا ما فيش دول في المنطقة، يعني مصر متفردة في هذه الدولة في المنطقة أو في الإقليم، لكن أنت بتتكلم على الدول الأوروبية اللي هي زي فرنسا مثلا، اللي هي عندها تجربة شبيهة بهذه التجربة اللي هي غير مسبوقة عندنا في مصر وفي الإقليم. بالتالي حجم هذا الإقبال أو حجم هذا الرغبة في المشاركة الفعلية في هذا المنتدى ومن قبله مؤتمرات الشباب، تعني أو تدل على طبعا إضافة للأرقام المتصاعدة، تدل على مدى أهمية هذه الفعالية الكبرى الدولية بالنسبة للشباب. ده تجربة مصرية خالصة تضاف إلى تجارب أخرى، ليس تجربة مصرية فقط، هي تجربة شبابية. يعني هذا المنتدى يعني الشبابي العالمي انطلق كفكرة شابة نفذتها الحكومة. مؤكد هي تجربة. ليه بقولك تجربة مصرية؟ لأن مصر دولة 2004، دولة 30 يونيو، هي التي وضعت ضمن اهتماماتها على أصعدة مختلفة أو على محاور مختلفة فكرة إشراك حقيقي للشباب. ليه بقولك إشراك حقيقي؟ لأن هي فكرة كانت تطلبت أولا إرادة سياسية حقيقية للتنفيذ، تاني حاجة كان زمان أو في عصور سابقة بنقول إيه، عايزين نشرك الشباب، الشباب المفروض يشارك، لكن كلمة تشرك الشباب دي استتبعتها أو تلتها إجراء أو استلزمتها إجراءات حقيقية لمشاركة الشباب على أرض الواقع. بدأت طبعا بمؤتمر الشباب، ثم تكوين الأكاديمية الشباب، ثم إجراءات أخرى كثيرة وصلت إلى منتدى شباب العالم. لا أقصد أقوله لك إن مسألة إشراك الشباب عايزة خطوات حقيقية عملية على الأرض، مش مجرد شعار، لا، دي دراسة بتأهل الشباب، يعني معناها إنك بتاخد الشاب بتعيد تأهيله، بتعلمه ما لا يعلم، بتشاركه في القرار، وعشان تشاركه في القرار لازم يبقى عنده قدامه أولا منهج في التفكير، الشيء الثاني آلية لاختبار هذا المنهج، وبالتالي بتأهله فعلا ان هو يكون مشارك. ومصر قدمت النموذج، مركز اعداد الشباب يقدم الان الامثلة الفاعلة في صحيح. في طبعًا وظائف طبعًا تنفيذية. طبعا ده احنا مش بنتكلم على المشاركة الشبابية على في قطاع البرلمان او يعني تنسيقية الشباب كمثال، مش بنتكلم على التنفيذيين من الشباب نواب المحافظين والمحافظين، ده احنا بنتكلم على البذرة الاولى اللي هي اختيار، مش اختيار كمان، هي مش مسألة اختيار وانا اسف في التعبير، لان المؤتمر او المنتدى متاح فعلا للجميع، حقيقي متاح للجميع، الناس بتسجل وبتيجي وعندها تطلعات، نسبة كبيرة قوي من الشباب النهاردة عنده تطلع لحضور المنتدى والمؤتمر. لكن انا بقول لك ليه تجربة مصرية، لا بتقول لي شبابية، هي تجربة مصرية شبابية، لكن كان يتطلب او
يستلزم أو الأمر يستلزم لم تكن هذه التجربة لتتم إلا بإرادة سياسية حقيقية وفق منهج. ليه بقول لك أحمد وفق منهج؟ لأن إنك تعيد أو تعد شاب وتحطه على أول الطريق أن يكون مشاركا أو يكون صانع قرار أو مشارك لصانع قرار في بلد زي مصر كانت محتاجة جهود كبيرة. هذا ما تم وأصفر عنه أن احنا نوصل للمنتدى الرابع. التميز يمكن يحصل في التجربة المصرية في مؤتمرات الشباب منتديات الشباب سواء شباب مصري أو شباب عالمي. صحيح صحيح. القيادة السياسية الحكومة صحيح. كل المسؤولين موجودين في حالة نقاش مستمر ومباشر مع كل بقى. الشباب سواء مصريين أو غير كلام مصريين سليم. كلام احنا بنتكلم عن كل القضايا الدولية بتناقشها الدولة المصرية صحيح. مش فقط الشباب المصري. صحيح. هو كمان رئيس الجمهورية أعلى رأس في هذه البلد بيدخل مؤتمر الشباب بالورقة والقلم، يعني كل جلسة بيدخلها سيادة الرئيس مع النوتة وبيقف وبيتابع وعنده تفاصيل بيقول تفاصيل. المعنى الجوهري هو في معنى رمزي ومعنى عملي. المعنى الرمزي أن ده تأكيد على مدى اهتمام الدولة المصرية. الدولة المصرية دي مش حاجة، دي الدولة المصرية دي حاجة يعني كبيرة في الإقليم، استعادت أرقامها، استعادت المكانة، دولة رقم مهم على المعادلة الإقليمية والدولية. رئيس هذه الدولة يدعم أو يعني هو المسؤول عن، هو الذي يوجه كافة أجهزة الدولة لرعاية الشباب. أدي رقم واحد، أدي الدلالة الرمزية. الدلالة العملية أن الشباب بالفعل وفق المناقشات التي تتم مع رئيس الدولة ومن بعده بقية السلطات التنفيذية وبقية الجهات من رئيس الوزارة وبقية أعضاء الحكومة وضعوا أو كانوا السبب في سياسات كتيرة أو إجراءات كتيرة اتخذتها الدولة المصرية. يمكن شفنا ده في منتدى أسوان، الشاب يعني العرض مشكلة كيمة، فالرئيس بنفسه الرئيس تحرك في نفس اللحظة وراح معاه وتحرر الأمر وحلت المشكلة طبعا. وفي مشاكل كتيرة من مثل هذه الأمور، وفي طلبات كتيرة يعني ليس المجال أن احنا نشرحها أو نتكلم فيها الآن. كان القرار قرار شبابي، منها مثلا كان فكرة منتدى شباب العالم، هي فكرة كانت تالية أو اقترحها الشباب ودعمتها الإدارة السياسية، اقترحها الشباب في مؤتمر الشباب ودعمتها الإدارة السياسية واشتغلت الدولة وبسرعة وبسرعة يعني عرضت في 25 أبريل 2017 وعقد المؤتمر على طول بعدها بكم على طول. فيعني مثل هذه الأمور كان يعني لها دلالات عظيمة. أستاذ وليد، سأذهب الآن مباشرة إلى شرم الشيخ مع مراسلتنا هناك شيرين مجدي. شيرين، كيف الوضع الآن في مدينة شرم الشيخ؟ كيف الاستعدادات في المدينة؟ والمدينة أظن على قدم وساق لاستقبال الوفود وبدء فعاليات هذا المؤتمر المهم. نعم، مدينة شرم الشيخ جاهزة بالفعل لانطلاق منتدى الشباب، يعني هذا المنتدى الذي سيعقد في الفترة بين 10 حتى 13 من يناير الجاري برعاية وحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. إذا بدأنا من النقطة الأولى وهو مطار شرم الشيخ الدولي الذي يواصل استقبال الوفود المشاركة في منتدى الشباب، يعني كافة الطائرات وكل مباني المطار تم وضع عليها اللوجو الخاص بمنتدى الشباب. مصر للطيران وفرت أكثر من 80 رحلة جوية إلى شرم الشيخ لنقل الوفود المشاركة للمنتدى على أحدث الطائرات في أسطول مصر للطيران، وفق اتباع لأحدث أو وفق اتباع لكافة الإجراءات الاحترازية. إذا تحدثنا من داخل المطار، يعني يوجد هناك العديد من المكاتب الخاصة التي تقوم بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة للمشاركين في هذا المنتدى، وكذلك أيضا انتشار كبير للمنظمين الذين يصطحبون المشاركون لإنهاء كافة إجراءات الدخول والتسجيل وتسكين الشباب أو شباب المشارك في المنتدى في الفنادق الخاصة بهم. فور خروجهم من صالة المطار هناك عدد كبير جدا من الأتوبيسات والسيارات التي اكتست بلوجو منتدى شباب العالم و جاهزة لتوصيل هؤلاء الشباب إلى الفنادق الخاصة بهم. داخل المطار بيتم التأكيد على شهادة التطعيم QR كود الخاصة بالمشاركون، أما مساحات PCR بيتم عملها في الفنادق التي يعني يقطنها أو يسكنها هؤلاء الشباب. خلال فترة المنتدى بيتم عمليات تعقيم للحقائب الخاصة بهم، هذا في إطار الفنادق. أما في الشوارع، شوارع المدينة
تزينت زينة فوق زينتها مدينة السلام، تنتشر فيها اللوجوهات والبنرات الخاصة بمنتدى شباب العالم، الأعلام الخاصة تخيل المنظر الابتهاجي، منظر الفرحة في مدينة شرم الشيخ الآن. لكن أكيد الآن إدارة المهرجان، إدارة المؤتمر على في خلية نحل تضع اللمسات الأخيرة لأجندة هذا المؤتمر، صفي لي ما يحدث الآن، اللمسات الأخيرة لهذه الأجندة. بالفعل إذا تحدثنا عن المنتدى فبدءا من الغد وعلى مدار يومين يعقد ورش العمل الخاصة بالمنتدى والتي تناقش العديد من الموضوعات، بدءا من 10 صباحا بنتحدث عن مستقبل القارة الأفريقية، كذلك أيضا الوضع فيما بعد جائحة كورونا، أيضا موضوعات التعليم والتحول الرقمي ومواجهة التحديات البيئية، أيضا مبادرة حياة كريمة، هذه المبادرة الهامة الرئاسية التي يعني نجحت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، كذلك أيضا مستقبل تكنولوجيا الأسواق الناشئة. كل هذه الموضوعات هي موضوعات سيتم طرحها في ورش العمل المقرر انطلاقها غدا وتتواصل حتى بعد الغد، استعدادا لبدء يعني هذا المنتدى الذي سيناقش العديد من القضايا. بنتحدث عن يعني شعار المنتدى أو أهم أهدافه هو السلام والإبداع والتنمية، وأيضا بيعكس موضوعات المنتدى الواقع فيما بعد جائحة كورونا. هناك أيضا الاستعدادات الخاصة بالإجراءات الاحترازية، بنتحدث عن وجود روبوتات ستكون متخصصة في قياس درجات الحرارة وأيضا تقديم المعقمات للمشاركين والحضور، روبوت أيضا لإجراء تعقيم للقاعات، كل هذه الروبوتات مختصة يعني حتى يكون هناك تقليل للتعامل بين الأفراد وبعضهم البعض كإجراء احترازي للحماية من فيروس كورونا المستجد. أيضا الأبواب والسيارات أيضا ذاتية التعقيم، بنتحدث عن إجراء مساحات كل 48 ساعة للمشاركين وكافة الحضور، بنتحدث أيضا عن عمل في كاميرا حرارية بتقوم بقياس درجات الحرارة الخاصة للمشاركين، المسح الحراري، كل هذه إجراءات احترازية بيتم اتباعها وسيتم اتباعها. وأيضا إجراءات احترازية تتم ربما للمرة الأولى في مثل هذه الفعاليات. شيرين، بشكرك جزيل الشكر شيرين مجدي مراسلتنا الموجودة الآن في شرم الشيخ، كل توفيق إن شاء الله في تغطيتك لهذا المؤتمر، وأعود مرة أخرى مشاهدينا للكاتب الصحفي وليد طغان ضيفنا العزيز رئيس تحرير صحيفة أو مجلة صباح الخير. أستاذ وليد، يعني كما قالت شيرين، حياة كريمة تأخذ مكانا واسعا في مناقشات هذا المنتدى ويتستحق بالفعل، لأن حياة كريمة مؤتمر أو مشروع قام به الشباب لمستقبل الشباب. صحيح، مبادرة مشاركة مبادرة حياة كريمة من أنا معتبرها يعني على قائمة أهم الأحداث اللي هتحصل في هذا المنتدى. وليه هي على القائمة؟ لأن تجربة حياة كريمة برضو تجربة مصرية فريدة، تجربة مصرية أولا من حيث حجم الميزانية المرصودة، من حيث حجم الأعمال، من حيث تناغم كافة الجهات الحكومية لتنفيذ مبادرة سريعا وصلت لنتائج بدأت تظهر على من حيث يعني المستهدفين الواقع. طبعا المستهدفين 60% من المصري، رقم كبير 60%، 58 مليون مواطن مصري تستهدفهم هذه المبادرة. دي تجربة أظن بقوا 60 مليون دلوقتي 102 مليون 60 مليون طبعا وربما أكتر، يعني تستهدفهم هذه المبادرة بتغيير حياتهم على الأرض. يعني تغيير الحياة، يعني مش مسألة بيوت بتتبني، مش مسألة خطوط صرف صحي تمد، مش مسألة مياه صالحة للشرب، لكن تغيير شكل الحياة، مدارس، بنية أساسية، بنية تحتية، فرص عمل، مشروعات متوسطة وصغيرة وأقل من صغيرة كمان، برنامج تكافل وكرامة، برامج الحماية الاجتماعية اللي اتخذتها الدولة بمليارات من آخر بروتوكول وقعته يعني المبادرة مع بنك ناصر كان لتمكين ذوي الهمم للحصول على عمل أو فرصة عمل استثمارية أو ما إلى ذلك، وأيضا الشباب بقروض صغيرة ومتناهية الصغر. بمبادرة حياة كريمة أنت بتغير طبيعة شكل الحياة بالفعل للستين مليون على كافة القطاعات، بتحولهم لقطاعات منتجة. أنت كان عندك موارد كتيرة قوي بشرية في هذا الوطن، وخصوصا في صعيد مصر، وخصوصا في أطراف المحافظات، دخلت لهم مبادرة حياة كريمة على 3 مراحل. بدأت المرحلة الأولى فعلا تؤتي ثمار، وتشوف بتحول المواطن مش بس إلى مواطن منتج
او مش بس بتستغل قدرات مختلف الاعمار ومختلف يعني مرأة رجال كبار شباب حتى تلاميذ المدارس، انت بتغير شكل الحياة حتى وفرت كمان وصلت لهذه المدارس. ليه؟ طيب. وصلنا لمسألة السمنة والتقزم داخل هذه إذا كنا بنتكلم عن 60 مليون نسمة ستمسهم مبادرة حياة صحيح كريمة صحيح. إذا كان عدد سكان مصر أو نسبة الشباب في عدد سكان مصر 75%، فأنا كده بنتكلم بالراحة جدا عن 45 مليون شاب تمسهم مباشرة هذا التطوير في الواقع وفي المستقبل. طبعا هو مبادرة زي ما حضرتك قلت، هي مبادرة بتدعم قطاع كبير. مصر من الدول الفريدة في المنطقة اللي الحجم الأكبر على المنحنى السكاني فيها شباب، وربما ده اللي دعم أو يعني القيادة السياسية كان عندها الرؤية بالفعل إلى أن المستقبل يبني هؤلاء، المستقبل يبنى بالشباب. ولكن علشان تبني المستقبل بالشباب لابد من إجراءات سريعة لدعم هؤلاء الشباب، وهذا ما تم منها تنظيم مؤتمرات الشباب أو فكرة دمج أو استعادة الشباب المصري أو إشراكه في أستاذ وليد. الدولة المصرية في 30 يونيو، دولة 30 يونيو أو الجمهورية الجديدة، تمام، الحقيقة بتفكر بفكرة الجمهورية الجديدة تتسع للجميع أكيد، وهي بتفكر بفكرة الدائرة الفكرية المتسقة المتكاملة. يعني عملنا تطوير لحياة الشباب، دلوقتي بنعمل حوار مع الشباب، عملنا تطوير سياسي وفكري للشباب، بنعمل دلوقتي تطوير حياتي للشباب. بنفكر ازاي نستفيد من قوة بشرية هائلة، 75% من سكان مصر اللي هم 102 مليون، احنا بنتكلم في رقم ضخم جدا، الدولة الأكثر شبابا يمكن في المنطقة. ده صحيح. هذه الدائرة المستديرة، هذه الدائرة المتكاملة بتقول أشياء كتير جدا الآن ومستقبلا وفي التجربة أمام العالم لابد أن تقدم. ده صحيح. أنا متصور أني أو أنا كمشاهد أو متابع للإجراءات اللي عملتها الدولة لاستيعاب الشباب المصري، أنا بقول لحضرتك لاستيعاب لأن في فترات سابقة كان هناك احداث الشباب الحقيقه كان عنده زي ما نقول فتره من عدم من يعني عدم الـ ما كانش فيه سياسه تقدر تخدم الشباب او تستقطب افكاره او تشوف هو بيفكر في ايه او تستوعبه، لان استيعاب الشباب دي يعني برضو عمليه كبيره هي بتتم على الارض الان زي ما قال الكتاب. لكن هو كان الفكره الاولانيه في غياب رؤى مختلفه في عصور مختلفه او رؤى واضحه حقيقيه في عصور سابقة، كان الأمر يعني عبارة عن أمر ما اداش الشباب الفرصة لمعرفة الأوضاع، ما اداش الشباب فرصة لمعرفة ما الذي تتعرض ليه الدولة المصرية من مؤامرات، ما اداش الشباب قدرة على فرز ما يتداول في وسائل إعلام مختلفة سواء خارجية أو على مواقع التواصل، ما كانش الشباب عندها مفهوم يعني إيه أمن قومي، يعني إيه وضع مصر الفريد في الإقليم، ما الذي يعرضه لمؤامرات شديدة ومؤامرات كانت بتدخل تحت جلد المجتمع. كل هذه الأمور استوعبت أنت اتحطت تحت فكرة أو سلوجن أو شعار استيعاب الشباب المصري، بدأت بتنمية الفكر، وبالتالي بعد تنمية هذا الفكر استوعبت طاقة الشباب رؤاهم في القضايا. يعني زي ما احنا بنتكلم مبادرة حياة كريمة هي مبادرة بادر بها رئيس الجمهورية ثم نفذها شباب. النهاردة في القرى بتاعت مبادرة حياة كريمة مين اللي بينزل؟ مين الكوردينيت؟ مين المنظمين لمبادرة حياة كريمة؟ مين المتحدثين باسمه؟ مين اللي بيقعد مع الناس في القرى؟ مبادرة حياة كريمة بالمناسبة من الحاجات المهمة فيها اللي هو غير مسبوقة انها بتقعد مع الناس تقول لهم ايه طلباتكم؟ لم تكن هذه الفكرة موجودة من قبل. انت النهاردة بتقعد مع المواطن أو مواطن في قرية معينة، قرية أنت إحنا ممكن ما نعرفش يعني اسم القرية من كتر صغرها، لكن بتقعد معهم وتقول لهم إيه فكركم عن إيه اللي محتاجين. حكم عملي أنا كنت شاهد على مثل هذه الأشياء. الرئيس أيضا في بعض المنتديات طلب قادة العمل العالم بالاستماع إلى الشباب، قال لهم استمعوا إلى شبابكم، اعرفوا أفكارهم، دي جملة كانت خلينا يبقى في ديالوج حاصل شرحة بينكم وبينهم. جدا للوضع اللي حصل، وهذه نصيحة يقوم بها الرئيس شخصيا صحيح. ويدفع إليها جهات الدولة اللي هي خلاص بقت بالضرورة هي تعمل في هذا الاتجاه. عايز بس أرجع أقول لحضرتك اللي بيعمل مبادرة حياة كريمة وبيقعد يخطط مع الأهل معظمهم أو 90% منهم الحقيقة شباب، وده نجاح على قطاع آخر، قطاع فرعي من فكرة احتواء الشباب المصري واستغلال طاقته.
طيب إذا كنا بنتكلم عن الشباب القائم الآن على المشروعات القومية الكبرى، صحيح، سواء في حياة كريمة أو في غيرها من المشروعات القومية الكبرى، إحنا دلوقتي بنصدر شباب بنعملهم بيانات عملية وتدريب عملي في المشروعات القومية، صحيح، بننمي تفكيرهم، بننمي قدراتهم، فبالتالي عندنا يعني جيش كبير جدا، صحيح، من المهرة، مزبوط، جدا في كل المجالات نستفيد بيهم في كل التنمية اللي هتحصل في مصر إن شاء الله ومستمرة للسنوات المقبلة، ونفكر إزاي حتى نصدرهم وبتأهلهم للقيادة، لأن تأهلهم للقيادة ده مهم، لأنك أنت برضو طبعا عندك شباب على مستوى عالي في التعليم، عندك شباب على عنده طموحات وعنده أفكار، لكن هو كمان الحكاية في كيفية توظيف هذه الطموحات وهذه الأفكار، هو دي فكرة التأهيل، التأهيل للقيادة، التأهيل ده كانت سياسة دولة أدت إلى ما تراه الآن. حضرتك مثلا لو إحنا بنقول على المشروعات اللي بتعملها الدولة المصرية لدعم دول أفريقيا في أو دعم دول غرب وشرق أفريقيا أو جنوب أفريقيا، هذه الدول هؤلاء اللي بيشتغلوا فيها المهندسين والخبرات شباب، قطاع كبير قوي من الشباب بيشتغل فيه، بيتعامل مع كل، قبل أن يدهمنا الوقت، ميزان وضع هذا المنتدى في ميزان القوى الناعمة المصرية، لما يكون في نصف مليون شاب حول العالم يتابعون عبر التقنيات المختلفة أفكار الشباب الموجودين في شرم الشيخ، إذن في نصف مليون شاب ينظرون في نفس اللحظة إلى مصر، في ميزان القوى الناعمة كيف ترى؟ أتصور أنه هو يعني فاعلية على رأس أو على قائمة موازين القوى الناعمة في العالم، أعتقد أن مؤتمر مثل هذا هو أكبر من القوى الناعمة فناً، أكبر من القوى الناعمة الثقافية، لأنه هو بيجمع كل هذا، بيجمع الفن والثقافة والإبداع، بيجمع كمان شباب من مختلف الثقافات مختلف الحضارات، تيجي تتكلم مع الشباب المصري ويطلعوا على رؤياهم ويطلعوا على أفكار مسألة التعامل، زي ما بالضبط نسافر دولة يقولك في السفر 7 فوائد، أنت تصنع الآن قبلة بدل السفر من جميع أنحاء العالم، أنت بتصنع الآن قبلة أو بؤرة شبابية ليست فقط في عرض الطموحات، ليست فقط في عرض رؤى للتعامل مع قضايا مختلفة، لكن هي مسألة يعني أنت بتسهر الحضارات المختلفة في بؤرة معينة، أكيد ده بيرجع باستفادة شديدة على شباب مصري وعلى شباب العالم. هي الدائرة المتكاملة. بالضبط هذا صحيح. بشكرك جدا أستاذ وليد طغان، رئيس تحرير مجلة صباح الخير، بشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا، ودايما موجودين مع بعض بخير إن شاء الله، غدا يتجدد اللقاء، شكرا لكم وإلى اللقاء.